إذا كان الدجاج هو برج الحوت، فهنا راح تحصل على شخصية يعني أكثر ما تكون ماهر بالأمور الخطابية والكلامية، يميل أكثر ما يكون إلى الفنون، يحب الآداب بشكل عام، ممكن أن نشوفه شاعر أو نشوفه شخصية يعني طريقة اللسان بالمحافل الأدبية. في نفس الوقت الشخصية راح تكون أيضا قليلة الثقة بالنفس، يحتاج دائما إلى داعم، إلى شخص مشجع، إلى حتى يكون عنده طموح وعنده ثقة بنفسه أيضا.